التبرك والله ومن القلق ما لها أثر. تغيير حلو على المقولة على كل حال. دكتور لك رأي في الفراسة، علاقة الصفات الجسدية بالسمات النفسية، وتناولتها في مؤلف، فماذا عن الفراسة؟ هل هناك علاقة حقيقية؟ أنا طبعا هذا تأمل، أنا يعني تأمل الفراسة وليس سموها فراسة. نعم. تأمل هذا أنا يعني مرات أحاول يعني ألعب اللغة شوية من هذا. قلت فراسة ما هو الذي يجمع بين هذا الموضوع؟ أنه الفراسة بتعريفها هي التفرس بسمات الشخصية الظاهرة، الجسم الظاهرة، والمحاولة على الاستدلال منها على إمكانيات الشخص ترى الموجودة وأخلاقه وصفاته ومقدرته إلى آخره. هذا معنى. لكن لماذا سميت الفراسة؟ ترى مال هذا سميت فراسة لأنه ربما، أنا أقول ربما لأنه العرب أول ما بدأوا هم الناس هذا أول ما بدأوا بالفرس، يعني التعرف على المزايا الفرس أو الحصان ترى من هذا من فأصبحت ذهبت مثلا التفرس بي ترى مع التفرس بسمات الشخص. فهذه طبعا هي بدأت أساسا بالإنسان قبل يعني ربما بالإنسان قبل أن يطلق عليها كلمة فراسة. الغاية من ذلك أنه الإنسان من همه أن يتفرس بشخص آخر. بالسابق عندما كان يلاقي الإنسان بالأطول الحجرية يلاقي شخص آخر يريد يعرف ترى أنه هذا الشخص يقدر يقوى عليه يغلبه أو ينغلب منه، ترى يعرف مال هذا يتعامل وياه ولا كله في أمان لله مال هذا مال. فكانت هذه يعني خاصية ضروري المعرفة أنه يتفرس بهذه الصفات حتى يعرف. الآن الديك ويا الديك الثاني يتفرس الواحد بالآخر حتى يعرف أنه يتعارك ولا ولا ما يتعارك وياه. الشمبانزي ترى مال هذا ينظرون لهذا ما يتعاركون، مراسيم ترى ينظر إلى وهذاك ينظر إلى يعرف من تفرس به فيما إذا كان هو ينازله أو ما ينازله. ترى هذه في حياتنا اليومية في ملامح مريحة وفي ملامح طبعا في ملامح مريحة وملامح غير مريحة، فالتفرس هو من هذه الناحية. طبيعة الحال العرب طوروا إلى فن، ترى مال هذا طوروا إلى فن، مو صار بالأول كان بدأت يعني بطاقات الرأس هذا مع الرأس اللي يستدلوا عليها ذكي أو غبي أو ماهر أو إلى آخره، وتطورت من هذه إلى أشياء أخرى، تطورت إلى الجسم طوله ترى الأجواف مالته الرأس مال والأجواف الثلاثة والصدر ترى يعرف له هذا رأسه كبير ترى مال هذا كله يعني رجل يفكر ترى مال هذا، واللي صدر واسع يقول هذا صدر واسع هذا عاطفي ترى مال، واللي بطنه واسع يقول هذا أكول هذا أشعبي هذا صحيح متمام هذا. فهم كانوا يستدلوا عن هذه الأمور صفات الإنسان من صفات الجسمية. وبقيت وحتى العصر الحالي لحد الآن يعني تقسم الجسم وتقسم صفات هذا الجسم إذا كان عضلي أو إذا كان جوفي أو إذا كان يعني التنفسي لآخره، ويعطوها صفات معينة، ووجدوا أنه هذه مرات كثيرة تصدق ومرات طبعا ما تصدق من هذا مال. بس هو هنالك ما يبرر الاعتقاد بأن الإنسان جسمه وعقله ترى مال هذا جسمه وعقله هم يكونان وحدة واحدة، لكن من الأهمية ترى مال أيها الأهمية الجسم أو الرأس؟ هذا اللي إذا تريد تتبع ذلك يوجد كتاب لكاتب مشهور مال هذا مال اللي هو بالمناسبة أيضا توماس مان اسمه The Transposed Heads يعني الرؤوس المقلوبة ترى مال هذا. إنه هذه قصة ولا أقولها جدا قصيرة، الاثنين كانوا يحبون بنية وهم أصدقاء جدا وبعدين تعاركوا عليها وراحوا حتى يباركوا الزواج، وبعدين راحوا للهيكل مال هذا وواحد قتل الثاني. فهي لما استبطأتهم جت هناك شافت الاثنين مرمين على الأرض راسين وجسمين، فهي بلهفها وبسرعتها وتريد تدهم الحياة حطت هذا الرأس على لكن خربطت بينهم ترى حاطت رأس هذا على جسم هذا وجسم هذا. الآن لمن تقول هي ترى تقول إلى الرأس
اللي عند الرأس ولا تولي للجسم. هذه ترى الرواية جدا شسمة جميلة رائعة عملها. شكرا على النصيحة. هذا دكتور، في مكتباتنا في الغالب مليئة بعدد كبير من الكتب التجارية التي تتحدث عن الأبراج وعلاقتها بالشخصيات، وهذه الكتب تقرأ بشغف يعني. هل هناك علاقة حقيقية بشكل علمي، يعني طرح علمي، بين برج الإنسان وشخصيته؟ هذه مسألة الأبراج ترى ليست بشيء جديد. اللي بدأ الأبراج بتاريخ المدنية طبعا هي قديمة جدا. اللي بدأها البابليين قبل حوالي 500 قبل الميلاد، ترى بدأوا الأبراج. والبرج هنا بمعنى البيت. البيت، البرج هو البيت، ترى لأنه قسموا الزودياك، يعني قسموا الكون النجوم، يعني هذا قسموها الى 12 يعني جزيء مثلث مال هذا متساوي الاضلاع، وقسموا كل واحد منها بالنهايه الى 12، هذا 12 اللي يسموه البرج، تمام، من الابراج مال. وقسوا كل واحد من هذا مبنيه على اساس، هي الاساس المبنيه عليه هم هذا التفكير مالي، انه كانت الارض هي السنتر اوف ذا وورلد، هي مركز مركز الكون، ترى، وكل النجوم تدور حولها مال هذا. المنطلق الى ان تبين انه هذا كله هذا مو صحيح، ترى. فالفرضيه اساسا خاطئه ترى مال هذا. لكن اللي يحدث انه اشياء كثيره تحدث بالمصادفه، والناس صوروها كطوروا صناعات، تري صناعات هي موجوده هذا مال يعني مثل تفسير الاحلام وغيرها من الامور، يعني تداخلوا بها وجعلوها كنظام، حيث ان تقول انت ولدتي الساعه 7 بعد الظهر يوم 22/7 كذا، هذا يفتشوا لك اياها شو اسمه والفوا عليها مؤلفات، وهذا كلها مو صحيحه مال. بس لها لكن جدلية اللي يحدث، يعني اللي يحدث وما زالت المجلات كبرى عليات المجلات العالميه ما يخلى يوم منها يوم الا بدون الهوروسكوب، هذا هو هذا اللي يحدث، انه الناس يعيشون هذا التشوف، يعني واحد لما يشوفها بالجريده يصير يطبق حياته عليها، فهمتي مال يطبق حياته على على ينقاد للبرج، يعني ينقاد الى البرج، يصير يعني يعمل بالايحاء، ترى مالها اذا ما زعل هذاك اليوم يزعل، ترى ما اذا ما عنده فلوس يروح يسرق فلوس حتى يحطها بجيبه، ما تدري ماذا، يعني بمعنى يتاثر بما قيل له. وانا مرت بها حالات كثيره، ترى ناس يشوفوا البراجه بصاره براجه اللي تقرا الخط الكف مالته وتقرا له من هذا، تقول له انت تصير كذا بنيه، بس اسمه الخاطب بنيه انت، وبعدين هذه تتركها وتروح على بنيه ثانيه واخره. واذا صدف انه هكذا صار، اذا ما صدف حققه، واذا ما صدف واذا صدف هذا يامن به ويحدث هذا الـ فهذا الـ فانا لا دكتور، بالاضافه لعلاقه، نعم، الاضافه لعلاقه الابراج بالتنبؤ، علاقتها بالسمات الشخصيه، يعني اذا قيل لفلان انه برجك يقول انك انسان عنيد عصبي طيب في بعض الاحيان، بالتالي تلقائيا بالايحاء يصبح عنيدا عصبيا، واذا قيل له انك مرح احيانا يصبح مرح، يعني هو ينقاد للبرج. هي عمليه، هذا عمليه الايحاء، نعم، هذا الإيحاء. عملية الإيحاء. أنا أذكر والدي كان يعني الله يرحمه كان طيش. يعني قلق، ترى مال هذا القلق مات مال كان قلق، وكان مرة إذا شعر شوي مريض يخاف مال هذا، فيروح عند الطبيب مالته. أنا كنت صغير بعد سنة بعدي ما هذا الطبيب كله، هو يقول كل اليوم أنت شيخ أنت على أحسن ما يكون مال هذا، ورأسا شوفي هذا تغير لونه هذا وصار على أحسن ما يكون. هذا الإيحاء، فعل الإيحاء على الإنسان. الإنسان يبحث عن 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 ما يطمئنه، ترى ما يحتاج الإنسان إلى ما يطمئنه بالحياة، فهو مستعد أن يتشبث بكل شيء يدفع إلى ذلك. دكتور، يسوى نصل للحديث عن مؤلفاتك، ويعني نظرة سريعة على هذه المؤلفات، وكما علمت أنك تصمم أغلفة الكتب. لا، هذا فن قائم بذاته، يعني هذا فيما يتعلق بمؤلفاتي أنا. أنت طلبتي أن آتي بمؤلفاتي وهي هنا. هذا أنا بالفعل ترى عندما أخذت بعض النسخ من مؤلفاتي، ترى من بعد إنهاء طبع السبعة منها طبعت قبل
يعني شهرين او ثلاثه. نعم ترى مال هذا وهذا لا يدل انه انا كتبتها بخلال شهرين او ثلاثه، لانه صار لي 40 سنه وانا اكتب بها ترى مال هذا، واعيد كتابتها واكتبها وهي فانا لكن عندما انهيتها شعرت انه كانما لا علاقه لي بها. تاكدي هذا وضعت كان ما الى علاقه بها ولا الى اي شيء بها. وانا اقول انه هذا كتبي انا يكفي لي من المعاناه ما بذلتها في كتابتها وتصليحها والى اخره ما لا، فارجعها من جديد. هذا قلت لا، هذه مهمه القراء، هذه اصبحت تابعه للقراء، ينتقدوها يقبلوها يرفضوها، ترى هذا ما علي بها مال هذا. لكن مع ذلك ترى مال هذا، لانه انت سالتيني سؤال يجب ان اجيب ترى مال هذا. انا هذه الكتب اللي كتبتها هي 10 ترى مال هذا مال الله، ووضعت الاغلفه مالتها، انا وضعت هذه الاغلفه ترى كل غلاف كل كتاب انا وضعته، وتصميم الكتاب انا وضعته، لانه مو لانه ما اعتمد على هذا مال الله، يعني هذا يريد هنا حط اللي شو اسمه العنوان، حط اللي عنوان من هنا لهنا، يريد حط علي كمال هنا، حط اللي من هنا، انا اريد والناس يقرأ علي كمال ولا... تشرف على نعم. انا اريد شيء يعني تقبل العين ويقبل العقل ويقبل الذوق ترى مال هذا مال فانا كل شيء ترى مال انا وضعت له. هذه مثلا هذا سلسله ابواب العقل الموسطة، ناخذ هذا ترى العلاج النفسي قديما وحديثا، انا وضعت هذا بذلت جهد كبير انا الى ان اجد الصوره الملائمه ترى من ذاكرتي، شيء يمكن هذا شايفها قبل 20 سنه او 30 سنه، تذكرت انا ما هي الصوره التي يمكن ان اضعها تعبر عن هذا المعنى. انا العلاج النفسي قديما وحديثا، العلاج النفسي مبني على اساس انه المريض نفسي معقد والمعقد في كلا العقد مالته مثل نفاثات بالعقد ترى. فانا حطيت حبل هنا وبه عقده كما ترين، هذا العقده موجوده مال. فبعدين انا بعد ما خلصتها ما خطر ببالي، بعدين انا قلت له ما هي هذا الشيء، قلت له والله هذه بها عقده، لانه المريض النفسي معقد واحنا لازم نفك العقده مالته. قلت لكن انا اهجي اللي يسمون انفسهم علماء النفس ترى مال هذا، لانه ما يطيبون مريض نفسي، لانه ما في شيء يطيب المريض النفسي بالمعنى الفعلي. المرض النفسي هو ليس، انا بتقديري هو ليس مرض، وانما محاوله تاقلم الانسان على واقعه ترى مال هذا، هو مو مرض. الناس يخشون من المرض النفسي وهو مو مرض ترى مال هذا، يعني مثل واحد يبني بيت وقصر وبيت جميل وهذا، بس يصير بي شوي يدلف ماء شوي مي او يصير بشق، هذا مو مرض هذا مال هذا العمليه، يعني جزء من عمليه البناء اصلا. فانا اقول انه هذا الاطباء النفسيين يجوا مثل ما كان فرويد يعمل، عالج المريض شتمة المريض بنية كانت تزعل من أبوها ترى من هذا، ويصير وياها نوبة كل تعالي ها بنتي أنت هذا، أنت هذا عندك مرض هستيري، أنت لازم تيجي يوميا كل ساعة 6 أيام بالأسبوع 5 سنوات 4 5 سنوات حتى تطبين. هي ثاني يوم الصبح لو اشترى لها فستان صغير ترى مال هذا واخذها للسينما انتهت الاشكال، هذا فرويد هيك مال هذا. فاحنا هذولا بدل ما انه يفكون العقده هذه، هذا الحبل باماكن اضافه للتعقيد الاضافي، يصير مليء بالعقد وهكذا الذي يحدث. نعم. وقس على ذلك يعني مال هذا. نعم. مال دكتور في 3 أسئلة بدي أسألك إياهم بشكل سريع لأنه الوقت أدركنا. أنت استني أختصري، هو لابد من سؤال عن صديقك اللي دائما صداقتك معه 57 عاما وهذا عمر طويل مع المرحوم جبرة إبراهيم جبرة، فلا بد من كلمة في حق هذا الصديق الذي فقدناه جميعا. هو هذا تكلم عن صديق صعب ومن الأمور الصعبة. نعم. الصديق بالفعل لا يتحدث عنه وإنما يحس الإنسان بداخله به. نعم. وإذا استطاع أن يعبر عن صديقه بشكل كافي فمعنى ذلك أنه غير صديق بالمعنى الصحيح. صحيح. ترى معنى. لذلك أنا كلفت بالكتاب عن جبرة مالها. نعم. وما كتبت، أنا كنت أكتب بالوقت اللي أشعر به أنه أنا قادر على هذه الكتابة. هو صديقي ترى بالفعل منذ 57 سنة ترى مال الله. وأقدر أقول لك أنه في معظم هذه المراحل اللي تواجدنا بها بنفس المكان قرأنا نفس الكتب، تحدثنا عن نفس الكتب ولنا نظرات
متشابهة ومتعاكسة في كل المواضيع. وذكرك في مؤلفات عديدة. ذكرني يعني في نعم. في مؤلفاتها وخاصة بكتاب الأخير يعني نعم. شارع الأميرات مال نعم.